دعونا نستطلع رجع الصدى مباشرة من العاصمة بكين مع مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة سعادة شريف حبيب العوضي منضما إلينا عبر الهاتف. السلام عليكم سعادتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساء جميع مستمعي ومشاهدي تلفزيون الفجيرة. أهلا بك معنا. زيارة ينظر إليها المراقبون على أنها محطة مفصلية على طريق الشراكة المستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، أنتم كيف تقرؤونها؟ أول شيء أمسي على الجميع بمساء طيب كريم. طبعا مثل ما ذكرتي في بداية كلامك، الصين بلد عظيم، بلد له حضارة قديمة، بلد يتمتع بإمكانيات رهيبة، ودولة الإمارات بلد الحمد لله قام دولة في أقل من نصف قرن وبنى بنية تحتية متميزة، وتميزت دولة الإمارات المتحدة في المبادرة والتطوير. فأرى أن هناك توافق كبير، رغبة دولة صغيرة أن تكون لها شأن في الاقتصاد الوطني، في الاقتصاد العالمي، في حماية الإنسان والبيئة، دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. زيارة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد هي أكبر دلالة على أهمية الصين وعلى أهمية هذه العلاقة، وكما تفضل سيدي قال أن هذه العلاقة ستستمر حتى 100 عام، فمعناته هناك استمرارية وتفكر للمستقبل ليس بالقريب بل البعيد. نعم بإذن الله تعالى. وفد رفيع مثل إمارة الفجيرة شارك في أعمال المنتدى، وكنتم أنتم شخصيا قد استعرضتم الفرص الاستثمارية على المستوى المحلي في الإمارة، أي قطاعات أيقظت شهية المستثمر الصيني سعادتك؟ طبعا المستثمر الصيني يبحث عن فرص متعددة، إلا أن طبعا في الفجيرة نرى أن هناك لنا إمكانيات ولنا مقومات أفضل من في مجالات من مجالات أخرى. هذا لا يعني أن لا يمكن أن نستقطب في مجالات غير اللي ذكرناها، لكن احنا نرى أن الفجيرة لها بنية تحتية متميزة وموقع استراتيجي، حباها الله موقع استراتيجي يعني في على مفتوح على بحر عميق بميناء مدعوم بأفضل ميناء موجود في منطقة الشرق الأوسط وقد يكون حتى في العالم. فإذا الملاحة البحرية وخدمات البحرية وما يتربط بالملاحة البحرية والخدمات البحرية من شحن ومحطات محطات صيانة وتعديل وبناء في النقل، هذه طبعا تعتبر أفضل الإمكانيات هناك. الفجيرة تتمتع بطبيعة الله حباها طبيعة متميزة خلابة، سواء كانت من ناحية السياحي أو من ناحية الثروات، ف70% وما أكثر بنيت على جبال وقد تكون فيها معادن، فنرى أن المعادن والتعدين وما يرتبط بهذا الشيء هو طبعا قد يكون أكثر جذبا. نعم. وخاصة الصين بلد يبحث عن البناء، يبحث عن خلق كثير من المواد الأولية طبعا، إلى جانب طبعا الصناعة. نعم. والتمكين الوطني طبعا، في تحدث اليوم الأخوان في مجالات كثيرة، المسؤولين في مجالات كثيرة. نعم. منها الصناعة، الأمن الغذائي، الأمن الطبي. فالمنطقة الفجيرة بحكم مساحتها وإمكانياتها وبنية تحتية قد تكون الأنسب في إقامة مشاريع صناعية من ناحية التكلفة، من ناحية سهولة. نعم. الوصول إلى الموانئ العالمية. فهناك مجالات. نعم. اللي ممكن تكون لها الكلمة الأفضل إمارة الفجيرة، وإلى جانب طبعا خدمات الطيران، استغلال مطار الفجيرة في تكملة ومساهمة في تنشيط الحركة الطيران من ناحية الصناعة واللوجستية والتوزيع والشحن. نعم. وحتى التدريب، هذه طبعا أعتقد مجالات الفجيرة لها كلمة قد تكون متميزة بحكم الجغرافية والبنية التحتية اللي استطاعت أن تطورها إمارة الفجيرة تحت ظل سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد
الشرقي حاكم الإمارة عضو المجلس الأعلى. نعم، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة في منظومتها التنافسية ميزات تعزز محوريتها وأهميتها في تنفيذ مبادرة الحزام والطريق. دعنا نقلص المشهدية أكثر إلى مقومات إمارة الفجيرة، وكنت أعتقد قد تطرقت إلى هذا الجانب خلال إجابتك السابقة، ولكن أود هنا أن أركز أكثر على إنجاح مشاريع المبادرة، مبادرة الحزام والطريق. طبعا احنا ما حد يختلف ان السلعه والمواد والمنتج في نهايه اليوم تتحكم فيه الخدمات، واهم الخدمات عمليات النقل. فميناء الفجيرة لا يمكن ان يكون خارج حسبان هذا الطريق الحريري اللي تكلم، كونه ميناء مجهز لعده الخدمات، سواء خدمات بتروليه، خدمات شحن، خدمات نقل او خدمات اللي هي السياحه البشريه، او خدمات شحن عام. فميناء الفجيرة انا اتوقع راح يكون من منظومه، سواء كان مباشره او غير مباشر، الى جانب طبعا ميناء الفجيرة هناك شراكه استراتيجيه مع مواني ابو ظبي، فهذه طبعا تعطي اولويه وتعطي اهميه أن يكون ميناء الفجيرة جزء من هذه المنظومة. طبعا الكثير يتكلم عن طريق الحرير والطريق الجديد، لكن أنا أعتقد المقومات اللي هي اتفاقيات والمحاور اللي ركزت عليها دول الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية والثقافية والصناعية وتطوير البيئة، كل هذه محاور تدعم أن تكون إمارة الفجيرة أحد هذه المقاومة، أحد هذه المحطات اللي تخدم سياسة دولة الإمارات، وبشكل خاص دولة الإمارات دائما تتبنى مبدأ تمكين الإمارات وتطبيق الإمكانيات ومقومات كل إمارة على حدة لتصبح دولة متكاملة، دولة لها شأن في الاقتصاد العالمي. وهي كذلك، وكما أشار أيضا وزير الخارجية الصيني في تصريح سابق له، أن دولة الإمارات سوف تصبح لؤلؤة لامعة على طول ممر الحزام والطريق. أشكرك جزيل الشكر سعادة شريف حبيب العواضي، وحضرتك مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، كنت مضمن إلينا مباشرة من العاصمة الصينية بكين. شكرا لكم على هذه الفرصة. شكرا لك.